هذه الفقرة ثقيلة جدا، ثقيلة بقيمتها الكبيرة جدا، مع أساتذة كبار يشرفوني وينوروني في رقم 10، الأستاذ الكبير أستاذ محمود صبري. أستاذ محمود، شرف كبير ومبسوط جدا بتواجدك معايا النهارده. سعيد ان انا معاك. اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ تمام. وايضا استاذنا الكبير استاذ شريف عبد القادر. استاذ شريف، مشرف ومنور كالعاده. حبيبي يا كيمو، ربنا يخليك حبيبي، وسعيد بوجودي معاك ومع الاستاذ محمود. كله بخير؟ زي الفل، زي الفل الحمد لله. لازم نبدا بالاهلي من حيث انتهى اليوم. الاهلي النهارده قدام الجونه، مباراه ما زال فيها الكثير من التحفظات على مستوى الاداء الفني الجماعي، واكيد على المستوى الفردي يمكن قبل الجماعي كمان. ايه الازمه؟ ايه المشكله في الاهلي؟ الاهلي النهارده بيقدر النقطه الخامسه على التوالي اللي كانت ممكن تخليه فارق عن الزمالك في صداره جدول الترتيب. الخامسه على التوالي وال 14 اعتقد. اه طبعا. بالتسعه اللي قبل كده. طبعا. انا بتكلم كمان على الخامسه اللي على التوالي بعد خساره سموح. بص، عشان الناس ما تصدمش، اللي بيحصل ده امر طبيعي جدا. هي دي سنه الحياه وهي دي سنه الكوره زي ما بتقول، يعني المساله طبيعيه جدا. من تصدر المشهد على مدار 20 شهر بطولتين افريقيا بحلوهم بمرهم، كاس السوبر مرتين، برونزيه العالم مرتين، وانت ماشي في الطريق بتقع منك حاجات، بس المكسب بيخليك ايه يا عم؟ ما هي ماشيه. ايوه. الاهلي يدفع فاتوره يا عم ما هي ماشيه وهو بيكسب. ايوه. عشان نكون واقعيين. صحيح. طيب يا جماعه، ايه اللي المفروض؟ انا دي اصعب فتره هتمر على الاهلي وعلى لعيبته وعلى ادارته. يا فيها مسانده يا فيها تخلي. فيها تخلي يبقى هتتوقع ايه؟ الدنيا هتبقى رايحه معاك. الراجل اللي جاي ده، بقول للناس، بقول لكل اللي قاعدين خلف الشاشات على منصات يا جماعه، الراجل ده ما معهوش عصا سحريه. صحيح. هيعمل بيها حاجه، عشان بس انتوا تكونوا واقعيين في المساله. لان المساله، لا ده في مشكله كبيره جدا. ايه بقى؟ عشان حضرتك دلوقتي وانت بتتكلم، انت بتسترسل فما رضيتش اقطعك، بس بتقول لي كان في حاجات كتيره بتقع من الاهلي. بتقع كتير. هو ايه اللي كان بيقع؟ البيع ابرز حاجه والناس شافتها بس ما اتكلمتش فيها. الاهلي فقد شخصيته. شخصيته كفريق كوره. يعني ما عادش الفريق اللي بيخوف. بقى انت اصبحت تيجي عليك فترات. اداء الاهلي قدام بعض الفرق بيصنع نجوميه المدربين الفرق دي ولاعيبتها. بايه؟ بتكاسل بعض اللاعبين وتهاونهم في حق نادي اداهم كل اللي هو عايزينه. انا عايز اقول لك انه ما تفعله اداره الاهلي من دعم ومسانده وكل قول زي ما انت عايز. ماشي؟ يعني انت شوف، انت احسب بفاتورتك بفريق مركبش رحله طيران ولا ترانزيت، ده بياخد طياره خاصه رايحه وجايه. يعني بوفر لك كل الامكانيات. صحيح. خلاص، عشان بطوله الاهلي هو شايفها البطوله الاهم. وفعلا هي البطوله اللي تستحق انك انت تروح فيها. طبعا. واصبحت المتصدر. صحيح. لكن وانت زي ما انا بقول لك اهو، الشخصيه انه اصبحت فريق هش يا كريم. عشان مشكله لاعبين ولا مدرب؟ لاعبين ولا مدرب؟ لا، لاعبين ومدرب. لا، وما هو خلاص، ما هو ده الاثنين بيكملوا بعض. صحيح. بس لاعبين، يعني انت عاوز اقول لك ايه؟ على مدار التاريخ لو مسكنا ورقه وقلم هنقول اميز حاجه كانت موجوده في الاهلي روحه. صح. ممكن يبقى اللاعبين فنيا اقل من اي فريق في الدوري وفي افريقيا، لكن تجد روح قتاليه موجوده في الملعب. لكن ده انت النهارده بتجد فرص بتضيع بالشوكه والسكين، يعني باخدها بالتعبير. لا، مش ده الوقت اللي انت محتاج فيه تتمنظر بامانه شديده. لا، مش هنقول كل واحد يقعد مع نفسه راجع نفسه، لا، ده الحسبه كلها محتاجه في الوقت ده انه الفرقه اطلع من دايره مبررات بقى، تقول للاجهاد وتقول للارهاق وتقول للكلام اللي هو قاعد يتحط فوق كده كده كده. لا لا يا جماعه، الاهلي ما يستحقش منكم كده. لا، ده العمليه حسبه كبيره جدا، وجمهور الاهلي عنده ميزه ربما بدات تتغير مع الجيل الجديد اللي طالع من جمهوره. خلاص المدرجات ما فيهاش جمهور، فاصبح الجمهور خلف الشاشات. بيتناول بصوره سلبيه غريبه جدا، فيها قسوه للعيبه وفيها تصرفات وفيها البعض بيحاول والدنيا منقسمه يا كريم بصوره. لكن انا اقدر اقول لك انه في ازمه، وفي ازمه محتاجه عقل ومحتاجه هدوء للحفاظ على حاجه على ما تبقى، لانه اكيد في الاداره شايفه وشافت وتقدم لها وصبرت وانتظرت انه يبقى في حاجه. لكن لما حصل في مساله تجديد موسيماني، كان موسيماني ذكيا
هرب برأسه في الوقت المناسب من أجل الحفاظ على ما تحقق، لأنه شعر، أنا أعتقد كده، أنا بقولها لك، شعر بذكاء أنه خلاص محدش يرحمه في الفترة اللي جاية، خلاص أنت خسرت الدوري قبل كده، والدوري التاني مش هيبقى إيه، مش هيبقى مقبول بالنسبة لك. فقرر أنه هو إيه، خلاص يا جماعة إحنا وصلنا مع بعض، وأنا شايف إن إحنا قدنا الفترة وأنا عاوز أرتاح فسيبوني بقى خلاص. طيب أستاذ شريف، لو سألتك سؤال بجانب آخر يخص النادي الأهلي، وقلت لك ايه وانت دلوقتي قاعد معايا مباراه تتذكرها ممتعه اخيره للنادي الاهلي، اخر مباراه شفت فنيا وتكتيكيا وفرديا كانت ممتعه وجيده للنادي الاهلي؟ احنا لسه كنا بنتكلم في الفاصل قبل ما نخش، يعني انا والاستاذ محمود، كانت ماتش الاهلي والزمالك في السوبر، اول مباراه الفايلر 3-2. دي اخر مباراه انت شفتها للاهلي كانت ممتعه وفيها اداء فني؟ اللي هو الاهلي كان متقدم وبعد كده حصل اصابتين، وبعد كده الزمالك جاب جولين والنتيجه طلعت 3-2، كان ماتش السوبر. دي من المباريات اللي مش هنساها طبعا. ليه بقى؟ ليه الفتره دي كلها؟ لان كان يعني مدرب اول مباراه ليه، وشفنا طريقه اداء، شفت بصمه وبصمه، هو طبعا كان حضر فتره الاعداد يعني كان عنده فرصه يتفرج ويشوف ويأسس والكلام ده كله، وكانتش اللعيبه مجهده زي ما هو حاصل دلوقتي. لكن يعني انا بضيف على كلام استاذ محمود في جزئيه غياب الشخصيه. طبعا في مجموعه شعارات كده جماهير الاهلي والناس كلها بتقولها في الاعلام وبتاع، اللي هي الاهلي بمن حضر وروح الفنانه الحمراء. لو نرجع بالذاكره السنه اللي خرج بيها الاهلي من دوري ابطال افريقيا امام صن داونز، السنه دي كان الدوري صعب جدا وكان فيه كام مباريات مؤجله والزمالك كان فارق بعدد نقاط، مش كان الاهلي فارق يعني، حتى لو الاهلي كان لعب كل مباريات المؤجله كان هيبقى الزمالك برضو فارق. صحيح. في الموسم ده او في الجزء ده من الموسم، يعني في الجزء الاخير من الموسم، روح الاهلي اللي جابت البطوله اضافه الى الدعم الجماهيري. صحيح. ولو نتذكر كم الاهداف اللي احرزها الاهلي في بلس 90 في البطوله دي اللي هي كانت بتاعه لاسارتي، بقى من امبي وانت ماشي فعلا، امبي وسموحه والاتحاد علي معلول وطلع الجيش، كان في اكتر من ماتش كان بيخلصوا بلس 90. صح. كانت روح الاهلي معوضه يعني تواضع مستوى لاسارتي كمدرب او وصدمه الخروج من دوري ابطال، وصدمه الخروج من دوري ابطال افريقيا بنتيجه ثقيله. طبعا الاهلي بيعاني بيعاني معاناه شديده جدا، زي ما قال في حاجات بتقع منك، اهم حاجه بتقع منك ايه، ان انت ان موسيماني اعتمد على 15 16 لعيب وساب بقيه الفرقه بلا تحضير لاي ظرف، بدليل ان انت لما اصيب منك اكرم توفيق وعلي معلول شويه ومحمد شريف شويه وخط الدفاع بالكامل لما لعبت وكنت بتادي وبتكسب فالناس ماشيه فما جهزش بديل. حتى يا استاذ شريف معلش، حتى لما في حد انت اديته فرصه وبتقلق بيرجع او يرجع تاني قعدته. يعني مثلا زي علي لطفي لما عمل ماتش كبير جدا قدام الزمالك وصد ضربه، صدر ضربه جزاء ماتش الشهير بتاع 2-1 وعمل اداء كويس، انت فجاه الماتش الجاي قعدته وكان لسه الشناوي راجع من الاصابه وخسر الاهلي. كان سموحه في ماتش سموحه انا يعني انت عندك حارس اول بس اديله كمان ماتش يعني يزوده كمان يثبت له مكانه. انت ايه، انت برضو لازم تحمي العنصر الثاني. انت دلوقتي هو انت عندك مشكله فين؟ مشكله دلوقتي عندك مشكله، اتفضل. عندك مشكله كبيره جدا ان انت البديل حتى اللي بينزل عايز تساعد مش بيساعدك. ايوه حلوه الجمله دي، يعني عايز البديل عايز يتساعد، عايز اللي جوه يساعده. صح. واللي جوه مش قادر. صحيح. لان اولا يعني بعيدا بقى عن برضو الكلام اللي بيتقال والجهاد وبتاع، الاهلي مجهد لا زي لعيبه مصر كلها، والكواليتي اللي موجود كواليتي، حقق بطولات وحقق انجازات، لكن لما تيجي تقارنه باجيال سابقه لا، انت كنت يعني بعيد. كان في مباريات للاهلي، مباريات قويه ومباريات مع فرق قويه سواء في افريقيا او هنا في الدوري، كانت تبقى خلصانه عارف النتيجه قبليها قبل ما تبتدي في اجيال سابقه. لكن دلوقتي الناس بقت يا ربنا يستر، يعني الناس دلوقتي بتتفرج على مباريات الاهلي مع اي فريق، لان انت خلاص طمعت الفرق فيك
من كتر تروجيت لعبت عليه تلت ساعة في الشوط الأول على الأهلي في الشوط الأول تلت ساعة بتسلوم. لا أنت بتتكلم بتروجيت مصر سلوم بالظبط. ده مش وضع ده مش طبيعي احتراما ليهم طبعا وطموحهم وكل شيء بس ده النادي الأهلي. بعدين يعني تعالى بقى في مباراة زي سموحة أنت يعني الأخطاء الساذجة والرعونة سواء في سموحة أو النهاردة في الاستفادة من الفرص اللي بتجيلك ما مش هتجيلك كتير يعني أنت مضيع مغلوب من سموحة 3-2 ومضيع مثلا 10 أهداف ومغلوب بسذاجة دفاعية بأخطاء دفاعية ساذجة وأخطاء في التمرير يعني يعني دي ألف به صح يعني أول أساسيات كرة القدم التمرير استلام وتسلم ماشي فأنت بتخسر بحاجات فأنت إلى جانب غياب الشخصية غياب الروح ما تفهمش بقى هل اجهاد هل مفيش دوافع عند اللعيبه اللعيبه حاسه انها وصلت لاعلى حاجه لا بطوله الدوري على المحك دلوقتي يعني ان انت بعد اللي حصل الموسم الماضي وضياع البطوله بيك بقى بالتحكيم باي يعني باخطائك باخطاء التحكيم بالكلام ده كله البطوله ضاعت ونفس السيناريو بيتكرر للاسف هذا الموسم مع الفارق بس ان انت يعني لا يعني في شويه اخطاء حكيم بس مش مؤثره بشكل كبير ولكن لا في في حاله رعونه شديده وللاسف ما تقدرش قايم مدرب يعني انا لو عايز اقيم مدرب واقول المدرب ده بعد 6-7 مباريات هشوف نتائجه ايه وبتاع لكن واضح اولا توالي المباريات وعندك مباريات اهم بقى جايه انت عندك فيوتشر بيراميدز الزمالك مقصه الجونه كل دول ورا بعض في شهر يوليو يعني هتخلص 5 مباريات مهمه وهيحسموا حاجات كتيره جدا والمنافس نفس الحكايه بس انت مشكلتك ان انت يعني المنافس عالج الازمه اللي عنده نادي الزمالك بس بصراحه مدير فني ما عندوش قيد ما عندوش قيد عنده لعيبه كتير بره القايمه لمشاكل في التجديد والكلام ده كله فصعد لعيبه بتشيله في اوقات صعبه مزبوط. يعني بترجع الزمالك حتى يعني بيبقى الزمالك متاخر بهدف ولا هدفين بترجعه في اوقات صعبه صحيح. بما فيها ماتش القمة يعني انت كنت مسيطر شوط والشوط الثاني سلمت الماتش الزمالك نتيجه ان عنده تغييرات رغم ان انت قبل الماتش لا ده الدكه ضعيفه ده ما عندوش ده فلان غايب ده قصه يعني صحيح. كان عنده ازمات فانت هنا عندك ازمه كبيره جدا ولابد من وقفه القصه بقى مش ان انت هتخسر دوري لا انت عندك كاسين وعندك أخر. سوبر لا 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 يعني كله جاي ورا بعض ممكن يبقى موسم كارثي لو ما لحقتش نفسك ممكن يبقى موسم كارثي كارثي طبعا في اللي انت شايفه واللي قاله شريف انه انت حتى على الوضع بص على المباراه النهارده انت رحت للجول بهجمه وهميه في الدقيقه 35 من راسيه مجدي قفشه صحيح ورحت بفرصه حقيقيه دي 44 43 او 44 من راسيه صلاح مصر طيب ده انت لو جبت لقطه في الدقيقه 70 لقطه كاشفه لحال خط وسط النادي الاهلي عمرو السولية بامانه شديده لقطه محتاج انك تقف محتاجه ريكاردو سوارش يقف ويقعد يتفرج بامانه لا عمرو السولية مش موجود في الملعب يعني ايه على ما يبدو دماغه في هنقول بقى الارهاق بقى والاجهاد طيب مفيش مش قادر الجديد يشيله في الملعب مش قادر ده يعني ايه عمل 3 حاجات في لحظه واحده كاشفه للمشهد طيب ليه انت كمدرب ليه تاخرت في التغيير يعني عاوز انت شايف حاله محمد شريف متواصل اهو وشايف حاله ده جزء مهم انت برضو انت مدرب إيه؟ في تريكه تعملها هو في واضح ان هو كمدرب هو لسه ما يعرفش حتى امكانيات الناس اللي قاعده عنده انا معاك طبعا كابتن سامي قصاني اتدخل سامي قصاني دلوقتي خلاص سامي قصاني خلاص اللي واقف معاه دلوقتي هنخش بقى ايه سامي قصاني اختفى هنخش في سكه يا جماعه وجايب جهازه معاه كابتن سامي قصاني اكيد ليه دور ممكن ما يكونش دور هنا في على الخط ممكن يكون له دور تاني في الملعب لكن عاوز اقول لك فعلا هو الراجل دلوقتي ما بحفظش اسماء وما عارفش لكن انا شايف انه ما يحدث الان يا كريم من صالح المدرب ليه؟ انه بيكشف له خلاص لما انا خلاص انا بقى مش هقعد احكي لك على مستواي انت شوف بعينيك خلاص انت يعني ايه انا منتظر انك انت تتدخل كميه الفرص اللي بتضيع بغرابه كبيره وايه بضيعها وبضحك يعني ايه يعني انا داخل على كوره صلاح محسن انا نفسي اساله يعني انت بتفكر في ايه يعني ايه المطلوب من ان الراجل قاعد بره بعد ما وصلك زياد طارق في كوره تخلص بيها الماتش تحطها في ايد الجول
يعني في رجله يا ريت فيه يعني انت ايه ده لو انت بتدربه مش هتشوتها له بالطريقه دي. صحيح. هيجي بقى يقول لك انت شايف لا يا جماعه يعني بامانه شديده في تركات في المباراه خاصه في الشوط الثاني فرصه محمد شريف وشفته لما دخل مع حمدي فتحي كره راسيه والاثنين هم الاثنين قدام الجول يعني الاثنين بيتخانقوا مع بعض على مين ده يعني عاوز اقول لك ايه لا في حاجه غريبه بص هو ماتش وعدى ماتش وعدى ماتش وعدى عشان ما تسويش الدنيا ضيفه لا تاخده ماشي. هو بقول لك انا شفت اربعه تضيف ده على ماتش سموحه اللي جاي لك صعب يعني اللي جاي عليك بقى هيشوفها فرصه فانت الهدف اللي انت بتقوله ده ان انتوا محتاجين تفوقوا بقى لاعبين تفوقوا بقى هو في حاجه في مشكله هو محتاجين حاجات كتيره جدا مش فوق بس لا انا اولا استشفاء واول وازاي ترجع اللعيبه دي وازاي تخلق عندهم طموحات وتخلق عندهم دوافع وكان لا لان واضح ان اللعيبه مجهده وفقد التركيز وذهني كمان يعني عدم تركيز وفي جهاد ذهني كبير جدا واللعيبه بتفكر بقى في اللي هيحصل واللي جاي والمباريات الاصعب اللي جايه والكلام ده كله فلازم ده دور يعني ده دور اداري ودور فني طيب فهو عنده شغل كتير جدا يمكن انا قلت لك هنا الحلقه اللي فاتت ان يعني رغم ان انا يعني ضد كروش وضد الابقاء عليه وكنت ضد عودته لكن هو قال جمله الكواليتي للاسف الشديد الكواليتي يعني اما تشوف ماتش اهلي وزمالك في فيديو منتشر على اليوتيوب اللي هي الميس باص بين الفرقتين مش عارفين يوقفوا الكوره في نص الملعب لمده دقيقتين ثلاثه طب اقول لك حاجه والله العظيم مش بدون مبالغه انا فاهم ان احنا مش عارفين نسلم الكوره وسلموها الناس بتتصور احنا بنبالغ عشان هو بيتفرج على الفيديو دوت انا عمال اعمل كده مش ده ازاي ده الاهلي والزمالك دول هم دول الصفوه بتاعه اللعيبه المصريين اكبر الصفوه عارف الازمه الاكبر ايه ان احنا بنتفرج على الدوري المصري ماشي في توقيت مفيش دوريات في العالم تنسينا عايشين الهم ده يعني عايشين مالح بس مفيش حاجه حلوه احنا عندنا دوري مثير لكن ما تقوليش دوري قوي ايوه عندنا دوري مثير نتائجه ضرب نار وتحت ضرب نار في الصراع الهبوط والاسماعيلي والقصص والمشاكل اللي بيمر بيها والكلام ده كله لكن كوره لا صعب قوي في يعني في فرديات صحيح لكن كوره فينها بعض اللعيبه فينها بعض اللعيبه قبل انا اسالك سؤال انا عايز كل واحد قاعد بيتفرج او قاعد بيمسك ورقه وقلم ويجيب لي مين اللعيب اللي في الدوري المصري لعب خمس ماتشات بمستوى لا صعبه دي صعبه يعني يقول لي دي صعبه لعب خمسه بلاش الخمسه لعب ثلاث ماتشات على مستوى صعبه برضه صعبه طب لعب ماتشين وعمل نفس الاداء يا جماعه سنه اقدر في واحده ده كنت لسه عايز اكملها لحضرتك بس لاعب في ماتش واحد عمل مستوى سيء عمل مستوى على مدار الشوطين يلا بقى على مدار الشوطين يعني عامل شويه بص يا كريم بامانه شديده لا محتاجه وقفه مش واقفه من يعني مش الاهلي بس محتاج واقفه من الكل لا في دخلنا في مرحله بامانه شديده بيتقاضى اللعيبه اللي احنا شايفينها مرتبات اعلى من اوروبا اعلى من الدوري الفرنسي اعلى من الدوري الهولندي اعلى من الدوري البرتغالي اعلى من الدوري التركي الا بقى النجوم اللي هم ايه معروفين لكن انا لما يجي عندي لاعب في الدوري المصري ياخد 40 مليون ولا 25 مليون ولا 50 مليون يا جماعه لا على اي اساس انت ده احنا ما عرفناش نروح كاس عالم ده احنا ما عرفناش نروح كاس امم ده احنا ما عندناش لعيب بيعرف ياخد واحد ضد واحد ما بيعرفش ما بيعرفش يعمل الهجمه يخلصك لو انت مزنوق يعني عاوز اقول لك المستوى والقاعده يا كريم بص عملت كده مظبوط لابد من وقفه في العقود والمبالغات طيب انت ما سالتش نفسك وقلت ليه مثلا حجم اللاعبين المحترفين اللي جايبهم من الدوري التونسي اكتر من 20 لاعب منتشرين في الدوري المصري هل الناس دي بتتقاضى نفس الرواتب القضاء لا لا لا, 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 لا هل طبعا في الدوري المغربي لانه في ايه في قواعد في قواعد وفي حدود ومرتبطه اذا هنا ايه لا هو معلش انا اسف هو ليدر كروكي نفسه مدرب الوداد في المؤتمر الصحفي قبل مباراه الاهلي قال احنا هنحاول نتفوق على الاهلي رغم انها لعيبتي كلهم ما بياخدوش الاجور اللي بتاخدها لعيبه النادي الاهلي انا بكلمك الوداد اللي هو على فريق في المغرب طبعا يعني عاوز اقول لك فاللي انت عاوز تبص عليه زي ما بيقولوا لا محتاجه بقى تشوف وجوه جديده الوجوه الجديده منين المصيبه اللي احنا قاعدين نتفرج عليه ونشوف انه انت مستوى القاعده وماشى ضيقه انت 100 مليون كل المتسجلين في اتحاد الكره اعتقد ما يعدوش 150,000 تونس جنبك 12 14 مليون والمسجلين مليون خلاص يعني عاوز اقول لك ايه احنا العمليه دخلت من مصلحه بلد مدافع عنها ومواهب اشوف يا جماعه
ألمانيا في 2006 لما خسرت كأس العالم، 2010 2014 كسرت الدنيا في البرازيل. طب عملت ايه؟ 12 ألف أكاديمية منتشرين في أنحاء البلاد، بيروحوا يدفعوا أكاديمية، بيروحوا يدفعوا، لا بيروحوا يدفعوا كارت ب 50 جنيه ولا ب 100 جنيه عشان يروح يشتري. لا ما فيش الكلام ده، ده بيعمل اختبارات، اختبارات هنا في مصر في 10 دقايق من تقسيمتين، والمدربين واقفين مدين العيال ظهرهم، واللي ليه واسطه هو اللي بيطلب ماشي. تبقى انت تطلع عاوز تطلع ايه؟ ولاعب الكوره والبرايفت ولاعب الاكاديميه الخاصه ولاعب الكوره كريم الموهبه يعني واللي عنده مش هيدفع فلوس عشان يروح ايه؟ طبعا انت بتدور عليه وبتجيبه طبعا بامانه شديده، بامانه شديده. بقى طالب امبارح، بقى طالب وزاره الرياضه، وبقى طالب اتحاد الكوره، اذا كان بامانه تهمكم المصلحه والصناعه دي عاوزين تحطوها في الاطار، لابد يكون في حاجه، في مشروع يتعمل للصالح. يعني ايه؟ لازم تبقى في قاعده، اطلعوا من دايره الاهلي والزمالك والانديه الكبيره، انتوا فتشوا واطلعوا ودوروا واعملوا وصرفوا. انا بعدين ده بقى تبقى مصيبه لو ما رحناش كاس العالم 26 9 منتخبات، يعني مش عاوزين نروح كاس العالم، لا لا عندنا يعني احنا عاوزين يبقى عندنا دي دي مصيبة. لكن هي هي الوضع لما يجي كل مدرب عمر مثلا ريكاردو يا كريم هيقول لك المشاكل بتاعت ايه، هو الراجل خد اتحط في مدرب عارف هو موجود فين دلوقتي، هيحاول يشتغل بامانه، ربنا يكون بعونه، وبامانه ربنا يكون بعون الاهلي وجماهيره واللعيبه. بقول لهم زي ما الناس دي شالتكم وحملتكم على الاعناق وانتوا عملتوا وكان التوفيق حليفكم، بامانه شديد الاهلي في اشد الحاجه في هذا التوقيت الى لاعبين من عينه، عاوز اقول اكرم توفيق على الاقل اقرب واحد ليه. بص بص هنقول ايه، من عينه من عينه جيل مش هتكرر تاني غير بعد 20 سنه، من عينه جيل يستحق ان هو اللي بياخده بيعمل عليه. لكن في 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 ظل الاصرار واللعب بالطريقه دي والاهمال والرعونه والتراجع امر طبعا طبعا. لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا جدا مع الاستاذ محمود صبري والاستاذ شريف عبد القادر، بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. استاذ شريف شايل لك السؤال ده من قبل ما تيجي، يعني شايله في صدري عشان شايفه من الصبح. انا قريت خبر النهارده ان كلاتنبرج الراجل المحترم الانجليزي المحترم اللي جاي يطور التحكيم المصري، قريت خبر انه مش هيختار الحكام في الدوري المصري، مش هو اللي هيختار الحكام. عدى عليك الخبر ده؟ بس يعني اولا انا مع الفكره دي ان احنا نجيب حد، لان التحكيم بيعاني. اي نعم هو الحيطه المايله وكل الكوارث بتتحط على شماعه التحكيم والكلام ده كله، بس بيعاني ماشي. وعندنا أزمة كبيرة جدا 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 في التعامل مع الفار. وطلعنا بقى روح الفار وروح البروتوكول ومش عارف ايه والكلام الكتير ده اتقال ماشي، وحاجات ما شفناهاش قبل كده يعني ماشي، أو ما شفناهاش في حتة في العالم يعني خلاص. وإزاي نتعامل مع الفار؟ فكان لازم يجي حد خبير محايد بقى لا يعرف سين ولا صاد عشان ما نخشش في النوايا ماشي بقى. طبعا اللي انا سامعه وشايفه ومتابعه ان حتى الحكام اللي كانوا مختلفين مع بعض او اللي هم قدام الحكام اللي كانوا مختلفين مع بعض اتحدوا دلوقتي عشان يبقوا ضد الراجل. فيتوقع يعني متوقع ان الراجل ده هيفشلوه او هيفشل يعني هم فشلوه هو لان ما حدش هيساعده خلاص. اللي سعداء بالتجربه اللي بره الموضوع بره اللجنه وبره الموضوع او اللي هم ما عندهمش تطلعات ان هم او طموحات ان هم يمسكوا اللجنه بره ما يسمى باسره التحكيم. انا ما شفتش اسره قبل كده بس هي اسمها اسره التحكيم. لا هم طبعا عندهم مشاكل كتيره جدا طبعا. أسرة التحكيم في مصر الحلقه الاضعف اسره مع بعضين ماديا وفنيا وتدريبيا ومراجعه والكلام ده وقانونيا كمان. فهي يعني دي ازمه من الازمات المهمه جدا جوه الكره المصريه واللي اثرت بشكل كبير حتى مع لاعبتنا وهم بيلعبوا في البطولات بره. صحيح بص لان هم بص انت جبت ايه؟ بيلعبوا هم بيلعبوا في البطولات جاب هنا اخطر حاجه يعني وانت بتلعب في بطوله امم افريقيا بص مفيش حد بيحسس عليك لكن هنا يعني حد عمل لك كده ايه ده؟ يعني النهارده في اخطاء تافهه جدا للكابتن محمد عادل بس بسيط. ما بتتحسبش يعني الكره دي في اوروبا ما بتتحسبش كتف الكلام دوت ما بتتحسبش الحاجات دي. فبتيجي تخرج بره تلاقي اللعيب بيعترض على حاجه زي دي ما هو انت الحكم اللي بره ده فاهم ان دي لعبه عاديه جوه الكوره ده صراع على الكوره ماشي. فانت عندك ادي اول ازمه. ازمه تانية التعامل مع الفار. احنا لحد الان مش فاهمين الناس دي بتتعامل مع الفار بايه وامتى تتدخل وامتى ما تتدخلش والكلام ده كل واحد يقولها
يعني بيخترع من دماغه قوانين ولوائح للتعامل مع الفار. يعني في ازمه كبيره، وامتى تخش وامتى تحسب وامتى تتدخل والوقت حتى، وامتى تبقى يعني حنين. بص الحكم اللي جه حكم ماتش الاهلي وبيراميدز في الكاس عنده اخطاء، قد يكون عنده اخطاء، ولكن ما رجعش للفار ولا خطا ان هو حكم برضه. بس انت حسيت بيه؟ ولا حسيت، شعرت بيه في الماتش ولا حتى ماتش الاهلي والزمالك. الحكم الاسباني اللي جه بس اطلع بقى اقطعه بقى اقطع ايه؟ ادور، المهم ان انا ادور اطلع الاجنبي اللي يعني زي الحكم الاسباني اقعد بالتليفونات. ما ينفعش منظرنا هيبقى وحش، لازم تقول انه كان ليه ضربه جزاء بتاع لو حكم مصري. يعني الكوره اللي اختلفنا عليها بتاعت الزمالك دي سمعتنا هتضيع ماتش بيراميدز. لا الحكم ده سليم، لكن عشان هو حكم اجنبي لازم نطلع نكسره. لكن هل احنا شعرنا بيه في المباراه؟ هل حسينا بيه؟ تعامل اللعيبه معاه هل هو نفس التعامل مع الحكم المصري؟ لان هو ما عندوش ثقه في الحكم المصري، فشاعر دايما ان هو ضده اللاعب المصري، لكن الحكم اللي بره ده ما يعرفوش فمجبر على احترام قراراته، مجبر على احترام قراراته، لانه اي تصرف خارج هيبقى فيه انذار وفي طرد. صح، انت يعني اي خروج عن النص من اللاعب او من الجهاز او الاخر هيبقى فيه طرد. فاحنا بنعاني لان اصلا كمان لعيبتنا ما عندهاش ثقافه تحكيميه. يعني كان في زمان بيتعمل قبل الموسم ما يبتدي زي حلقات نقاش، بيجي حكم للعيبه يفهمهم والكلام ده ويقول له القانون ايه والتعديلات ايه والكلام ده. ما اعتقدش انه بيتم دلوقتي. ما اعتقدش انه بيتم. يعني في لسه كنا بنتكلم في الفاصل على 2006 و2008 و2010 بطولات افريقيا، ان ده توفر لك جيل. يعني من حسنات الكابتن السيد اللي هو حرب ان هو كان مهتم بالقطاعات دي، بدوري القطاعات والكلام ده، وان يبقى في مسابقات قويه، ووصلنا ان احنا خدنا ثالث عالم، وبعديها بسنتين خدنا امم افريقيا للناشئين بكابتن حسن شحاته، ورحنا كاس عالم في الامارات وحققنا نتائج جيده جدا مع انجلترا ولعبنا منتخبات قويه. محمد علي رحمه الله عليه دول افرزوا لنا مجموعه، كابتن غريب عمل، وكابتن ربيع ياسين، والدكتور محمد علي، دول افرزوا لنا مجموعه. انضم عليهم الجيل اللي كان فاضل من 98 مع الكابتن جوهري، احمد حسن، وعبزار السقا، وعصام الحضري، يعني بركات لحقهم في اخره. لكن ودخل لهم ابو تريكه ومحمد زيدان والكلام ده، فشكلنا منتخب. لكن انت ما عندكش، ما عندكش. شايل لك انا بقى سؤال تاني من امبارح بقى. متسيب الراجل رئيس الكاف طلع قال لك ان هيبقى فيه بطوله جديده اسمها دوري السوبر الافريقي، الجوائز بتاعتها 100 مليون دولار. انا قعدت اسال لنفسي سؤال، هو ال 100 مليون دولار دول هيخشوا الكاف ازاي؟ هيخشوا البطوله ازاي؟ والاول هياخد 10 مليون دولار. الكاف الذي يعاني دائما والذي يشكي دائما الافلاس والضعف المالي بيقول ان في بطوله هتبقى 100 مليون دولار جوائزها. اقنعني بقى. انا سمعت انه دوري ابطال افريقيا القديمه ما كانش ليها لازمه، يعني ما عادتش مجزيه. ايوه انا ما فهمتش يا محمود. بتفرج لا اسالك سؤال، هو قال حاجه غريبه جدا. متسيبي بيقول لك انه كل نادي هيشارك هيدفع مليون دولار اصلا. هي اصلا دوره رمضانيه يعني. لا يعني لا ده بجد صح والله. يعني انا مستغرب، يعني ايه النادي اللي هيشارك هيدفع؟ يعني انت هل انت لما هو هيدفع انت هتتحمل عنه رحلات الطيران والاقامه والكلام ده ولا ايه؟ يعني هيدفع ازاي؟ لا طبعا هو بيتارجت ال 100 مليون دولار هياخدهم من شركات رايه ومن بس تلفزيون. بس طبعا هو مش في الحاله دي دوري الابطال. دوري الابطال كده دوري الابطال هتتلغي؟ لا ولا مش موجوده هتبقى موجوده. هو قال في المؤتمر انها مش هتتلغي. طب هيعملها ازاي دي؟ ما انا مش عارف. بص عاوز اقول لك على حاجه، اصلا هو بايع الحقوق. هو عاوز اقول لك على حاجه لغايه 2029 بس. انا بسالك حاجه، انا عاوز اقول لك على حاجه. هو لما جه الراجل ده قال ايه؟ راجع بس ابرز كلام اللي قاله الذي لم يطبق منه حاجه. مفيش حاجه، مفيش مباراه هتتلعب بالنهار بسبب الظروف، مباراه كلها تقام ليلا، ما حصلش. هنعمل الفار هنطبقه من الدور الاول لغايه الدور النهائي، ما حصلش. بعد ضغط واتعمل بعد هتشوفوا تحكيم محدش شافه وهنطور هنعمل في الكلام ده. النهائي يعني لما تطلع بتصريح وتقول معلش بقول للنادي الاهلي ما تزعلوش الموضوع ده تم من غير انا ايه؟ من غير انا ما اعرف او من غير انا ما تابعتهوش لان انا سبت المساله. لا انا جيت لقيته فما عرفتش اتدخل. عيب. عيب ما يصحش. طبعا بطوله انا شايفها انت يا كريم ماشي من يوم ما جه احمد واصبح الاتحاد الافريقي معصوب العينين يسير حول خلف ما يريده انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي. خلاص بيتم تدمير من الداخل واضعاف لكل ما هو افريقي، بدرجه انك انت حتى بتبقى عندك مشكله لما
بطولة أفريقيا عشان ترضي برضو الدوريات الأوروبية، قال لك نلعبها في كام؟ في يونيو، عشان بعد ما يكون هم خلاصوا مسابقات، لأن مسابقات مهم منك. فلما لولا ما حصل وتدخلت الأمور وقيمه البطوله في معاده الطبيعي، لانه طبعا الاجواء الحاره قاتله، فكثير جدا من المحترفين مجوشي في الكاميرون. فلان عايز اقول لك بطوله محفوفه المخاطر، حساباتها هتبقى مختلفه. انا شايف بدل ما انت تعمل لي بطوله جديده، انت طور دوري ابطال افريقيا. ايوه بالظبط، اديها، ادي ال10 مليون، مش عاوزين 100 مليون، ادي للبطل 10 مليون، ادي حوافز للانديه، ادي واعمل، والبطوله اعمل حكام. فاعتقد هقول لحضرتك رايي في الختام، بس انا للاسف عايز اقول لك المهم، نقطه مهمه، الكارثه الاكبر هو اعلن ان السوبر في تنزانيا. النهارده كل التقارير المغربيه السوبر في المغرب، في المغرب السوبر في المغرب، قال لك اتلعب يعني، دي كارثه. قال لك الطرفين المغربيين فهيلعبوا في المغرب. بص لا يمكن هيصالح حال الاتحاد الافريقي طالما بيدار بمجموعات. بحي فوز الاقدع والله. بيدار بص بيدار بمجموعات، كتل هنا وكتل هنا، ودول بيشتغلوا عند دول والكلام ده، وده اللي بيسير الكلام ده. دي ازمه كبيره، ازمه كبيره. ولا يعني انت جاي تفتكر امبارح او اول امبارح ان ساحل العاج الدنيا بتبقى بتمطر بيها في الصيف، وده اول صيف يمر على ساحل العاج. قال لك اجينا كاس عشان الدنيا بتمطر امطار غزيره. لا ازمه كبيره. استاذ شريف نورت حبيب. وشرفت كالعاده يعني، حوار معاك ممتع، وشارك استاذ محمود كانت خطوه عزيزه جدا، كنت سعيد جدا بتواجد حضرتك معانا. انا بشكرك.